بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن الإسماعيلية وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 2 من العناصر الإجرامية الخطرة تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق واسع بالإسماعيلية، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة لنشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مستخدمين أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة لحماية هذا النشاط الإجرامي. ونجحت الإدارة في ضبط أحدهما حال تواجده بمسكنه وبحوزته 140 لفافة كبيرة الحجم من مخدر البانجو تزن 350 كيلوغرام وبندقية آلية وطلقات نارية، واعترف بحيازته المخدرات بقصد الاتجار